حول الأسواق العالمية. ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد، أهلا وسهلا بك معنا. أولا لنبدأ من الأرقام التي صدرت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إن كان السي بي آي والبي بي آي كان في تباين بينه، ورغم أنه أرقام السي بي آي أتت أعلى من التوقعات إلا أن السوق بساعي 80% خفض الفائدة في مارس. لماذا هذا التفاؤل في السوق؟ يعني حقيقة أول ما صدرت البيانات قرأتها بشكل مباشر بالنسبة للسي بي آي، شفت أنه هذه القراءات جدا طبيعية وجدا متوقعة، خلينا نقول وإن كانت لم تطابق التوقعات أو متوسط التوقعات إلا أنها أيضا ليست ببعيدة أو مرتفعة بشكل كبير جدا، تعكس أنه كان في عندي موسم، كان في عندي تحسن كبير في مستويات الشراء بنتيجة الهوليديز، في عندنا تكتات طيارات، في عندنا تسوق، في عندنا طلب كبير كان في الفترة الأخيرة أو في نهاية تعاملات العام على وجه التحديد في موعد بالنسبة للبيانات التي صدرت هي تقرأ هذه الفترة، وبالتالي نحن بنشوف أنه ممكن يكون في تفاعل أكبر مع مطلع تعاملات هذا العام والأشهر القادمة، نشوف التضخم عم يتراجع بشكل أكبر نحو المستويات المستهدفة، وهذا أمر مريح أعتقد رح يكون للفيدرال الأمريكي ويقربه أكثر من اتخاذ مواعيد أكثر دقة فيما يتعلق ببدء تقليص أسعار الفائدة، خصوصا أنه إذا بدنا نرجع على كل الأحاديث اللي صارت من قبل الفيدرال الأمريكي حتى الآن وفي كل محاضر اجتماعاته لم يذكر بصريح العبارة أن الوقت مناسب لمناقشة بدء تقليص أسعار الفائدة، وكل ما حصلنا عليه حتى الآن هو كان من الدوت بلوت ومن البروجيكشنز والتوقعات المستقبلية. بالتالي يعني ربما نبدأ نسمع بحديث أكثر فاعلية في اجتماع مارس لموعد مقترب قد يكون في خضم الربع الثالث من العام الحالي. طيب، ما يجري في البحر الأحمر وإذا طالت هذه الأزمة إلى أي مدى سوف تغير في توجه ومسار الفيدرالي الأمريكي؟ حقيقة يعني التوترات الجيوسياسية التي تجري في البحر الأحمر قد تطال عدة نقاط أساسية. نحن عم نتحدث عن أنه أولا هي تؤثر بشكل مباشر على انقطاع سلاسل الإمداد والتوريد، وهذا أمر سيء وسلبي وقد يرفع من التكاليف وقد يرفع أيضا من الأسعار بطريقة غير مباشرة، سواء كانت أسعار النفط لمخاوف انقطاع الإمدادات أو سواء من ارتفاع المواد الأولية أو حتى التأثير بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية. إضافة لذلك مخاوف التصعيد بشكل أكبر ودخول أطراف أخرى قد يزيد من قابلية الرغبة بالتوجه نحو ملاذات آمنة والابتعاد عن الأصول ذات المخاطرة بشكل أكبر، وهذا قد يغير من السياق السياسات النقدية بشكل أسرع. يعني التغيرات في السياسات النقدية قد نراها تحفز الأسواق بشكل أسرع نتيجة أنه مخاوف ركود أو اقتصادي قد يحدث في أي آونة. بالتالي ما يحدث في البحر الأحمر تصعيداته السياسية، مخاوف وابتعاد عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة واتجاه الملاذات آمنة، شفنا الذهب كيف استغل الموضوع بشكل كبير جدا على الرغم من التراجعات الأخيرة عقب البيانات، عاد الارتفاع بشكل واضح وربما قد يغلق بارتفاعات أكثر خلال تعاملات هذا الأسبوع على ضوء التوترات الجيوسياسية. نعم، اليوم People Bank of China أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير على عكس ما كان متوقع، ولكن كان في Medium Term Lending للبنوك وهذا دعم الأسواق الصينية. أود أن أسمع رأيك، كيف لازم يكون الإكسبوجر على السوق الصينية بعام 2024؟ حقيقة يعني إذا بدنا نأخذ هاي النقطة تحديدا فربما يعني أنا أذهب مع بعض الاقتراحات للزملاء اللي كان نتحدث بهذه النقطة تحديدا، أنه الصين تعتبر فرصة واعدة والمخاوف من أنه يكون في عنا يعني هذا الهبوط الموجود حاليا في الأسواق الصينية والرغبة والحاجة لوجود تحفيز أكبر في الأسواق الصينية، إنما هو بحد ذاته فرصة حاليا للذين يتطلعون إلى مخاطرة أكبر. ولكن على صعيد آخر نحن عم نشوف الصين لا تزال تحتاج إلى أن يكون في عندنا تحفيز أكبر في الأسواق
وربما إجراءات أكثر من أنه تعزيز اللاندينج أو تعزيز الإقراض واتجاه نحو سياسات أكثر تيثيرا في الأسواق. طيب رائد أخيرا، كيف بتشوف اتجاه الـ S&P 500 كيير أند تارجت لعام 2024 ودور الذي تلعبه أسهم الماجنيفيسنت 7؟ يعني نحن شفنا عام ممتاز جدا للـ S&P 500، ارتفاعات واضحة، نحن شفنا ارتفاع فوق 20% 23% تقريبا في العام 2023، ومن المتوقع أن يواصل هذا الزخم. طبعا كان الماجنيفيسنت 7 كانوا هم المؤثرين، كانوا هم الأبرز بالأداء، ولكن بدنا نلقي الضوء على أنه ثورة الـ AI هي التي حفزت الارتفاع بشكل كبير جدا في الـ S&P 500. إذا اطلعنا على الماجوريتي أو الشركات أو أغلب الشركات لم تكن جميعها بأداء مثالي أو جيد، ولكن الارتفاعات القياسية مثل اللي صارت على نفيديا ومثل اللي صارت على مجموعة من الأسهم الأخرى كانت مبالغ فيها بالارتفاع، وباستفادة من الثقل الموجود لهذه الأسهم في مؤشر الـ S&P 500 شفنا ارتفاع مبالغ فيه في 2023. هذا لا يعني أنه 2024 ممكن ما يكون فيها ارتفاعات على مؤشر S&P 500، ولكن لا أعتقد أنه راح تكون عندنا سنة جدا ممتازة على المؤشر، وبالتالي ذلك قد يخفف الخناق بعض الشيء على المؤشرات التي أو الأكتف مانجمنت فاندز اللي هي تحاول أن تتغلب على أداء S&P 500 على وجه التحديد. ربما يكون عندهم فرصة أفضل الـ ETFs خلال تعاملات هذا العام 2024. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على هذه المشاركة.